أفاد مراسلنا باندلاع معارك عنيفة بين الثوار وقوات النظام أمس الأحد على جبهة الأسامات في منطقة الملاح بريف حلب الشمالي. وأضاف مراسلنا بأن قصفا بمئات الغارات والقذائف استهدف مواقع الثوار في المنطقة خلال المعارك. وفي سياق آخر، استهدف الطيران الحربي الروسي بغاراته مركز الدفاع المدني في قرية كفر حلب في الريف الغربي، ما أدى إلى تضرر عدة آليات وخروج المركز عن الخدمة. من جهتهم، أطلق ناشطون حملة أطلقوا عليها اسم أوقفوا إرهاب روسيا، بغية تسليط الضوء على القصف غير المسبوق الذي تتعرض له حلب وغيرها من المناطق. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مدير مكتبنا في حلب مصطفى عبد الله. مصطفى، بداية، ما هي آخر أخبار المعارك بين الثوار وقوات النظام في منطقة الملاح شمال حلب؟ أهلا بك غينة. كما ذكرت غينة تماما، النظام يريد أن يستثمر حملة الغارات الجوية المكثفة التي بدأها طيران روسيا والنظام منذ أكثر من 40 يوما، وأيضا يريد أن يستثمر المهلة الدولية الممنوحة له، التفويض الدولي الممنوح له قبل بدء جولة مفاوضات جنيف في الشهر القادم، من أجل تحقيق تقدم عسكري على الأرض وإحكام الخناق والحصار على مدينة حلب المحررة والوصول إلى الكاستيلو. حقيقة الأمر أن هناك محاولة من النظام وقواته والميليشيات المؤازرة له لاستنزاف فصائل الجيش الحر في مدينة حلب. الاقتحامات على أحياء مدينة حلب المحررة، خاصة حندرات والملاح والكاستيلو وبني زيد والخيادية وجبعية الزهراء، لم تتوقف منذ أكثر من أسبوع بشكل متواصل. ما ذكرته في مقدمة النشرة غنى حول قيام النظام البارحة صباحا بمحاولة اقتحام الملاح من طرف القطاع الشمالي وقطاع الشرقي منطقة الأسامات، صحيح بدأ النظام البارحة صباحا حملته لاقتحام هذه المنطقة، واستمرت المعارك بين الثوار والنظام حتى المساء. نتيجة أكثر من 400 غارة جوية استعمل فيها النظام كافة أنواع الأسلحة الفوسفورية والعنقودية والصواريخ المتفجرة والبراميل أيضا المتفجرة، وأيضا طيران روسيا. يعني أين تركزت هذه الغارات؟ تركزت على مناطق الملاح، حندرات، الجندول، ايضا الكاستيلو، طريق الامداد للثوار في كفر حمراء ومعارك الارتيق، وايضا بني زيد والاشرفيه. اضطر الثوار في نهايه هذا اليوم الى التراجع الى الخطوط الخلفيه من اجل الاستعداد لشن هجوم معاكس، لكن النظام حقيقه اتبع هذا الهجوم بهجوم مسائي اخر على حي بني زيد، ثم ايضا صباح هذا اليوم كان هناك هجومين متواصلين، والان تجري معارك عنيفه في جبهه بني زيد في هجوم ثاني صباحي من قوات النظام. طبعا الثوار استطاعوا تكبيد قوات النظام خسائر كبيره في العناصر والاليات في حي بني زيد للمرة الثالثة على التوالي خلال يومين متواصلين. نعم. طبعا التوازي على ذلك. طيب مصطفى، بالنسبة لحلب المدينة، هل شملتها هذه الغارات؟ طبعا غينا، بالتوازي مع ذلك طيران النظام وطيران روسيا قام بعدة غارات جوية شملت حي ساكن هنانو وشملت الأنصاري وقاضي عسكر والميسر والقاطرجي والحمد لله وحي بني زيد أيضا، والحمد لله هذه الغارات الجوية كانت كلها فيها إصابات مادية وأضرار مادية ولم تسفر عن شهداء. بالمقابل غينا، بالمقابل في الريف الغربي كان هناك قصفا جويا مركزا البارحة على كل من كفرناها، وأيضا على قرية كفر حلب التابعة لمدينة الأتارب. القصف تركز على مركز الدفاع المدني في كفر حلب، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة نهائيا. اليوم صباحا أيضا تم قصف قرية كفرناها الواقعة في الريف الغربي، وهي تقع في منطقة تقاطع رئاسية بين الريف الغربي والريف الجنوبي، مهمة جدا وقريبة من طريق الشام وعلى محور طريق باب الهوى حلب. نعم. طيب مصطفى، بالنسبة للحملة التي أطلقها ناشطون باسم أوقفوا إرهاب روسيا، لو تحدثنا أكثر عن هذه الحملة وما هي أهدافها؟ غينا، هذه الحملة اشترك فيها معظم الناشطين الإعلاميين والمستقلين، وأيضا من يعمل في وكالات ومن يعمل في مراكز إعلامية ومن يعمل في قنوات متلفزة في مدينة حلب والشمال السوري، وأيضا اشترك فيها بعض الإعلاميين والناشطين الموجودين في تركيا وبعض دول العالم. الغاية من هذه الحملة التي تضمنت هاشتاج أوقفوا إرهاب روسيا، وتضمنت أيضا فيديوهات تصور كيف يقوم الطيران الروسي بقصف حلب وأيضا الريف الشمالي والغربي والجنوبي بالنابالوم والفوسفور الحارق والقنابل الحرارية المحرمة دوليا،
الغاية من هذه الحملة هو إرغام المجتمع الدولي على أن يتعاطى مع ما يجري من مأساة في حلب وأريافها الثلاثة كما ذكرت، والضغط على روسيا وحكومات العالم لإيقاف هذه الحملة بالأسلحة المحرمة دوليا، وأيضا لإيقاف نزيف الشهداء ونزيف الجرحى ونزيف المصابين ونزيف التدمير الذي تقوم به طائرات روسيا، وكل ذلك تحت سمع وبصر وأنظار العالم وبغطاء دولي مفتوح من أمريكا بالذات. نعم، شكرا لك مصطفى عبد الله، مدير مكتب حلب اليوم في حلب. أهلا بك.